طبعاً جائحة كورونا أثرت على قطاعات كبيرة جداً منها قطاع السياحة اللي تضرر بشكل كبير جداً في كل دول العالم، ورغم أنه قطاع السياحة يعني بيشكل نسبة كبيرة جداً من الدخل القومي في كل بلدان العالم. نروح مثلاً على سبيل المثال الدول الأوروبية، إيطاليا تأثرت بشكل كبير جدا بسبب جائحة كورونا. الحكومة الإيطالية في الوقت الحالي بتسعى إلى بذل ما في وسعها لإنقاذ الموسم السياحي الصيفي، تحفيز قطاع بيساهم بنسبة 13% وهو أمر أساسي لإنتعاش الاقتصاد، انخفض بنسبة 8.8% في عام 2020 بسبب وباء كورونا. وزير الخارجية الإيطالي قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن إحنا هنعمل كل حاجة أو هنفعل كل ما في وسعنا لإنقاذ موسم الصيف والسماح لمنظمي الرحلات السياحية بالعمل وخلق اقتصاد. دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، برحب بك يا فندم. للجميع تحياتي للجميع. أهلا بك. يعني أولا، مدى تأثر القطاع السياحي بكورونا في الدول الأوروبية بشكل عام، في إيطاليا بشكل خاص، وفي الوقت الحالي كيف تسعى إيطاليا يعني استعادة الموسم السياحي وسط جائحة كورونا؟ نعم، هذا تأثر كثير في الدول الأوروبية وفي إيطاليا خصوصا. بنعرف انه ايطاليا دوله سياحيه وكثير من الدول الاوروبيه ومن دول خارج اخرى مثل الصين، يعني نتذكر انه بدا الوباء في ايطاليا من سياحيين اثنين اجوا من الصين، عشان هيك كان بالنسبه لايطاليا ضربه كبيره في مجال السياحه. وهسا ايطاليا تعلمت الغلط الكبير اللي عملته السنه اللي فاتت 2020 لما فتحت كثير في السياحه في شهر 7 و8، وبنعرف انه الشعب الايطالي وخصوصا الشعوب الاوروبيه واللي بيريدون يجوا لايطاليا عشان البحر وبالنسبه للنشاطات الكثيره في السياحه والمتاحف والاماكن كلها اغلبها مغلقه، المتاحف في فرنسي وفي فينيسيا، عشان هيك زاد عدد الاصابات السنه اللي فاتت لما كان الاجراءات بالنسبه لايطاليا تخفيف الاجراءات. عشان هيك السنه اول شيء في اشياء بتختلف، في عنا اللقاحات، في عنا الدرس اللي تعلموه، وفي نفس الوقت في عنا المواصلات مراقبة أزيد، يعني المواصلات بين الطيران في القطار في السيارات، لأنه للأسف إحنا موجودين في النص في موجة النسخات، وموجة النسخات للأسف تنتقل من دولة لدولة بالمواصلات بالطيران بالسيارات بالقطار، مثل النسخة الهندية وصلت أزيد من 45 دولة. نعم. هيك إيطاليا بدأت تخفيف بالنسبة للإجراءات، بتشجع الشعوب إنها تيجي لإيطاليا. مثلا من امبارح منع التجول من الساعة 10 إلى الساعة 11 وصل في الليل. كل أسبوعين في إجراءات بتخفيف عشان السياحين يجوا أو يشجعوا السياح. وتم إلغاء الحجر الصحي اللي هو كان لمدة 5 أيام، يعني تم إلغاء هذا الأمر أو هذا الإجراء واكتفت بالبي سي آر أو تحليل كورونا. نعم، كثير من الدول مثلا القادمين من أوروبا مش إجباري يعملوا الحجر الصحي، ومن الدول الأجنبية مثلا أمريكا نفس الشيء. في أنا من ناحية طبية وصحية لازم يعني نذكر الجميع مهم التعايش بين الصحة والاقتصاد، وإنه الشعب يرجع ويبدأ يرجع للحياة القديمة، وهذا من ناحية نفسانية مهم بالنسبة للشعوب. بس في نفس الوقت لازم نحط النقطة الأولى الطبية والصحية، و
والوقاية، لأنه تم إجراء تخفيف بالإجراءات أو إجراءات غير دقيقة اللي للأسف اللي صابت سببت ارتفاع عدد الإصابات أو رجوع عدد الإصابات ب زيادة. طب دكتور فؤاد، أنا يعني أخيرا دكتور فؤاد، ربما يعني قرأنا بأنه سوف يتم تعقيم أو يعني تطعيم، طبعا غير التعقيم المستمر للأماكن السياحية، سيتم تطعيم السياح من أجل تحقيق يعني مناعة القطيع. هل هذا الأمر بالفعل سوف يحدث في إيطاليا أو عدد من الدول الأوروبية، أنه سوف يتم تطعيم السياح؟ نعم، في اتفاق بين المحافظات، يعني إذا واحد من محافظة لاتسيو بروح على محافظة ميلانو أو المنطقة اللي موجود فيها ميلانو أو بالعكس، بيقدر السائح إذا ما عملش التطعيم يعمله في المحافظة اللي موجود فيها في الصيف، وهي بتكون المحافظة اللي مش مقيم فيها. بنعرف احنا اليوم التطعيم الاشخاص لازم يعملوه مع دكتور العيلة او مع المحافظة اللي وين هو ساكن، بس في الصيف في اتفاق انه نفس الاشي السائحين اللي قادمين من الخارج وما عملوش تطعيم، وإذا بدهم تطعيم بيقدروا يعملوا التطعيم في إيطاليا، لأنه بدينا أخرى في إجراءات التطعيم المفتوح. يعني في يوم مثلا 15/5 تم في محافظة لاتسيو التطعيم المفتوح للجميع، كل واحد شكرا لك نعم بيقدر يعمل التطعيم فقط في موعد. شكرا لك دكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، شكرا لك.